بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة علي، فإنها تهدم الذنوب هدمة. من وين ناخذ تراث كربلاء؟ تساؤل يخطر على بال الكثيرين من المهتمين في القضية الحسينية، خصوصا مع هذه النداءات والصيحات اللي تطلع لنا في كل عام من قبل عوام الناس ومثقفيهم، بل حتى من العلماء والخطباء، كلهم ينادون ويطالبون بمزيد من التحقيق والتدقيق في هذا التراث العظيم. وهذا الأمر ما بدأ معانا في حياتنا اليوم، في جيلنا اليوم، بل هو موجود حتى عند الأجيال السابقة. خير شاهد على هذا الأمر الشكاية اللي وصلت إلى الميرزا النوري، واللي سجلها هو في كتابه اللؤلؤ والمرجان. من هو الميرزا النوري؟ وشنو هي محتوى هذه الشكاية؟ الميرزا النوري هو من كبار علمائنا المحدثين المدققين والمتخصصين في مسائل السيرة والتاريخ، وأثنوا عليه كثير من علماء الطائفة. إذا نروح لكتابه اللي هو كشف الأستار، هناك في المقدمة صفحة 36 نشوف بعض ثناء العلماء عليه. يقولون العلماء، منهم السيد محسن الأمين، يقول: كان عالما فاضلا محدثا متبحرا في علمي الحديث والرجال، عارفا بالسير والتاريخ، منقبا فاحصة. إلى ما يقول: وكان وحيد عصره في الإحاطة والإطلاع على الأخبار والآثار والكتب. العالم الثاني اللي هو كاشف الغطاء، يقول عنا علامة الفقهاء والمحدثين، جامع أخبار الأئمة الطاهرين، حائز علوم الأولين والآخرين، حجة الله على اليقين. تلميذ أغا بوزرق الطهراني يقول: إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة، ومن أعظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. آخر العلماء اللي هو المدرس التبريز يقول عن الميرزا النوري: من ثقات وأعيان وأكابر علماء الإمامية الاثنى عشرية في أوائل القرن الحاضر، فقيه محدث متتبع مفسر رجالي. فموضوعنا اليوم هو مجال اختصاص هذا الإنسان. في كتابه اللؤلؤ والمرجان، في مقدمة الكتاب صفحة 26، هناك الميرزا النوري يكلمنا عن هذه الشكاية اللي وصلت له. شنو هي محتوى هذه الشكاية؟ يقول، ذكر اسم عالم العلماء وقال: قد شكى إلي مرارا إقبال بعض قراء العزاء وأهل المنابر على تحري المبالغة ونشر الأكاذيب والروايات المجعولة دون خوف أو ورع، بل أن بعض هؤلاء يزعم جواز ذلك وإباحته، إذ إن الغاية منه إبكاء المؤمنين على الإمام الحسين، وهذا ما يخرجه بنظرهم عن دائرة القبح والحرمة. وقد طلب مني أن أكتب شيئا حول ذلك من باب الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، عسى أن يتنبه هؤلاء الغافلون ويرتدعون عن ارتكاب هكذا قبائح. بعد ما جاب هذه الشكاية بدأ هو يتعامل معها، وحقيقة تعامل معها تعامل نموذجي. أول خطوة سواها الميرزا النوري إنه هو ما قلل من شأن هذه المشكلة، بل سمى الأمور بمسمياتها. يقول: يظهر أن جنابه العالي يظن أن الطائفة الشيعية التي تقطن في البناء في بلاد العتبات المقدسة في إيران في راحة وفراغ بال من هذه الورطة، وأنها لم تلوث بهذه الأكاذيب والافتراءات بعد، وأن هذا الخلل الديني لا يزال منحصرا في بعض البلاد النائية، غافلا عن أن هذا التلوث الهدام قد انتشر من منبعه في كل صوب وناحية. فأول شيء نبهنا على أن هذا الموضوع انتشر في بلدان كثيرة، لكن يقول في منطقة معينة للحين ما وصل لها هذا المكان أو هذا الخلل الديني. شنو هي هذه المنطقة؟ يقول: غاية الأمر لم يصل ذلك إلى مركز العلم والحوزات الدينية ومنزل أرباب الشرع. ليش ما وصل هذا الأمر إلى الحوزات العلمية مع أنه انتشر في كل البلاد الشيعية؟ يعطينا ثلاث أسباب.
السبب الأول يقول لأن أهل العلم لا يتساهلون مع هذه الأباطيل، وعندهم القدرة الكافية على تمييز الصحيح من السقيم، ويتصدون للنهي عن ارتكاب هكذا قبائح. ثلاث أمور نقلها لنا: الأولى أن أهل العلم ما يتساهلون، الثانية أن عندهم القدرة على التمييز، الثالثة أنهم يتصدون إلى مثل هذه المسائل. هذه الأمور الثلاث إذا سويناها شنو النتيجة الطبيعية اللي راح تصير ذاك الوقت؟ الميرزا النير يقول: من هنا لم يتجرأ هؤلاء على نشر أكاذيبهم فيها، ولم يلوثوا مذهب الإمامية بقبائحهم، فلم يقدروا على سلب مجالسها الشريفة بركتها ورونقها بجعلها موردا للسخرية الآخرين واستهزائهم. فإذا النتيجة الطبيعية إذا التزمنا بهذه الحلول الثلاث اللي ذكرها الميرزا النوري، حالنا بالنسبة إلى يعني المواكب الحسينية والمآتم الحسينية والمجالس والمنابر والمؤلفات وكل إنسان يشتغل في هذه القضية، حالنا راح يكون المفترض يكون أفضل. لكن شريطة شنو؟ أن نلتزم بهذه الوصفات الثلاث مع بعضها البعض، ما يكفي أن ناخذ واحدة دون الثانية، ما يكفي أن يكون عندنا جدية لكن ما عندنا القدرة على التمييز، ولا يكفي يكون عندنا القدرة على التمييز لكن ما يكون عندنا الجدية، ولا يكفي أن يكون عندنا الجدية مع التمييز والقدرة على التمييز لكن ما نتصدى لهذه الأمور. هذه الصفات أو الوصفات الثلاث اللي قدمها الميرزا النوري لازم نطبقها ثلاثتها مع بعض، ولا الحال يبقى على ما هو عليه. فتعالوا إذا عرفنا أن هذه هي الوصفة الشافية والكافية لحل هذه المشكلة، تعالوا نحاول نتأمل في هذه الوصفات الثلاث ونحاول نطبقها في حياتنا اليوم. نبدأ أول شيء بالنسبة إلى الوصفة الأولى اللي هي الجدية وعدم التساهل. شلون يكون عندنا إحنا جدية وعدم تساهل في المسألة؟ اللي راح يخلي عندنا هذا الشيء هو الأسباب اللي تدفعنا للرجوع إلى هذا التراث. ليش إحنا قاعدين نرجع لقصة كربلاء؟ هل غاية الأسباب هي أن إحنا بس نبي نبكي على الإمام الحسين ونحصل الثواب من هذا الأمر؟ أو بس نبي نتعلق في الإمام الحسين وبس؟ هذه هي الأسباب اللي تخلينا نرجع للقصة؟ إذا كانت هذه هي الأسباب الوحيدة اللي تدفعنا لهذا الأمر، إذن ممكن ينقال لنا أن ما في داعي أن أنتم تدققون في هذا التراث، لأن أي رواية ثابتة كانت ولا غير ثابتة أنت إذا سمعتها وبكيت على الإمام حسين حصلت الثواب، فذاك الوقت ما في داعي أن تدقق. لكن السؤال هو التالي: هل فعلا هذه هي الأسباب الوحيدة اللي تخلينا نرجع إلى موضوع كربلاء؟ الجواب لا. إحنا عندنا الكثير من الأسباب اللي تدفعنا إلى أن إحنا نرجع إلى قصة كربلاء غير هذه، وكثير من هذه الأسباب يستلزم منها التدقيق والتحقيق. لاحظوا على سبيل المثال بعض الناس اللي يرجعون لهذه الواقعة عشان يرسم صورة واضحة للوقائع التاريخية، بعض الناس يرجعون لهذه الحادثة يبي يعرف بالضبط شنو اللي حصل ذاك الوقت، فهذا راح يستلزم انه يدقق في هذه القصص وما يقبل حي الله حكاية. شوف الناس اللي يرجعون لهذه القصة حتى يدرسون الرموز اللي موجودة ذاك الوقت. احنا نسمع كلام عن محمد بن الحنفية، ونسمع كلام عن ابن عباس، ونسمع كلام عن الحر الرياحي وحبيب بن مظاهر، نبي نعرف هذه الأمور السلبية اللي تذكر عنهم أو الأمور الإيجابية اللي تذكر عنهم، هل هي أمور صحيحة ولا لا؟ هل هي حقائق ولا مجرد أساطير؟ إذا فعلا نبي نقيم هذا للناس بطريقة موضوعية لازم نتأكد أن هذه القصص صحيحة أول، بعدين نجي نبني عليها. شوف مثلا الفوائد العقائدية اللي احنا قاعد نطلعها من هذه القصص. اسأل كل الشيعة اليوم، قل لهم شنو آراءكم بخصوص أصحاب الحسين؟ كل الشيعة تقول لك ان احنا نعتقد ان أصحاب الحسين أفضل الأصحاب. قل لهم ليش؟ راح يقول لكم لأن الإمام الحسين قال: ما رأيت أصحاب أوفى ولا خير من أصحابي. شلون راح نقدر نبني هذه العقيدة إذا احنا ما ندري إذا هذه القصة صحيحة ولا لا؟ وإذا قلنا أن لا خلاص اقبل حي الله شيء مو مشكلة هذا كله خير، نقول ذاك الوقت أجل شلون نقدر نلوم غيرنا أن قيموا رموزهم بناء على روايات موضوعة ونفخوا فيهم مثل ما يبون؟ إذا إحنا نبي يكون عندنا موضوعية ذاك الوقت نحتاج أن إحنا أول شيء ندقق في تراثنا أولا. فإذا مثل ما نشوف هذه الدوافع هي اللي تخلي عندنا جدية أن إحنا نرجع إلى هذه الحادثة بعد ما ندقق فيها ونشوف شنو اللي ثابت من غير الثابت. فإذا الوصفة الأولى هينة، الدوافع هي اللي تخلينا تكون يعني موجودة عندنا الجدية وعدم التساهل. تعالوا نروح للوصفة الثانية اللي هي القدرة على التمييز. شلون يكون عندنا قدرة على التمييز؟ حتى يكون عندنا هذه القدرة نحتاج إلى ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى
هي أن يكون عندنا مصادر موثوقة، والركيزة الثانية يكون عندنا أدوات موثوقة نحاكم فيها هذه المصادر. تعالوا ناخذها واحدة واحدة. نبدأ أول شيء بالنسبة إلى الركيزة الأولى، شنو هي المصادر اللي إحنا قاعد نعتمد عليها اليوم؟ روح للكتب الحسينية واقرأ الهوامش، روح لخطباء المنبر واسألهم عن القصص اللي هم قاعد يجيبونها، من وين أنتوا جبتوها، وين هي المصادر الأصلية لهذه القصص. أنت إذا تبي اسمع هذه القصص وابحث في محركات البحث وشوف وين هي المصادر الأصلية. روح للكتب المقاتل الشيعية وطالع قاعدين ينقلون عن مين، راح تشوف أن الأغلبية الساحقة في كل هذه الموارد قاعدين يرجعون إلى كتب سنية في الأخير، إلى تاريخ الطبري، تاريخ ابن عساكر، إلى مقتل الخوارزمي وغير هذه الكتب. شو المشكلة في هذه الكتب؟ يصير نعتمد عليها؟ فيها خلل؟ الجواب فيها الكثير من المشاكل. ولا قاعد نقول هذا الكلام من باب التعصب المذهبي، نقول لا، التحقيق الموضوعي يدل على هذا الشيء، وعندنا بدل الشاهد عشرات الشواهد. الحين لأن الوقت ضيق معانا ما راح أذكر إلا شاهد واحد، اللي هي مسألة الأجندات اللي موجودة في هذه الكتب. كلنا نعرف أن هذه الكتب كتبت في زمان العهد العباسي والعهد الأموي، وكلنا نعرف أن العهد الأموي والعباسي هذين الجماعة كان عندهم أجندات خاصة اتجاه أهل البيت. الأجندة الأموية كانت دائما تخدش في شرعية أهل البيت وتطعن فيها، أما الأجندة العباسية ما كانت تطعن في أهل البيت وشرعيتهم، لكن كانت تخدش في أهليتهم للخلافة. وهذا الشيء جدا واضح من تصرفات بني أمية وتصرفات بني العباس، وهذا الشيء جدا واضح لمن تتابع هذه الكتب وتقارنها. وعندنا على هذا الأمر شواهد كثيرة تأكد لنا أن هذه الكتب لما كتبت ومصنفيها لما صنفوا هذه الكتب كانوا متأثرين جدا بهذه الأجندات. راح أذكر شاهد واحد بس على هذا الأمر، بس حتى نشوف لأي درجة الجماعة كانوا متأثرين بهذه الأجندات. شوفوا مثلا المسألة الصلاة البتراء اللي دائما احنا نعاني منها معاهم، صح؟ أمر يعني ظاهرة ملحوظة عندهم، خصوصا إذا نروح إلى كتب الحديث من أولها إلى آخرها، روح إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل وكل هذه الكتب، ما تشوفهم يوصلون لذكر النبي إلا وبعدين يصلون عليه صلاة البتراء، غير الصلاة الشيعية المعروفة اللهم صل على محمد وآل محمد، بعد ما نسمع النداء من القرآن اللي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مثل ما شوف هذه الصلاة التامة ما مذكورة عندهم في الكتب، مع أن في صحيح البخاري ومسلم يروون أن النبي وجههم إلى مثل هذه الصلاة التامة. ليش الجماعة ما ملتزمين بهذه الصلاة التامة؟ يجاوبنا العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه سبل السلام الجزء الأول صفحة 193، وهو أحد علماء العامة، يبين لنا أن المسألة أن الجماعة كانوا منقادين لهذه الأجندات. شوف الكلام اللي يقوله، يقول إن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي، وكنت سألت عنه قديما فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر إلى الأول فلا وجه له. فهذا هو كلام أحد كبار علمائهم، يبين لنا أن الجماعة منقادين إلى هذه الأجندات وصعب عليهم أن يخرجون عنها. فشلون إحنا نجي ونعتمد على هذه الكتب إلى هذه الدرجة؟ إنزين يجيب هذا التساؤل، أجل شنو هو البديل؟ الشيعة ما عندهم كتب تاريخ نقدر نرجع لها، شو نسوي إذا تركنا هذه القصص؟ في بديل نقدر نرجع له؟ الجواب نعم، إحنا الشيعة عندنا بديل. البديل اللي موجود اللي هي الكتب الروائية اللي احنا نعتمد عليها، الكتب الأربعة اللي عليها مدار الفقه، الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني يحتوي على معلومات تخص موضوع كربلاء، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الشيخ الأقدم يحتوي على معلومات عن موضوع كربلاء، والشيخ الصدوق في مقدمة هذا الكتاب قال أنا ما رح أروي في هذا الكتاب إلا الأمور اللي هي حجة ما بيني وبين الله. شيخ الطائفة الطوسي في كتابة تهذيب الأحكام يذكر لنا بعض الأمور اللي نقدر نستفيد منها في موضوع كربلاء. الشيخ الصدوق عنده كتاب اسمه مقتل الحسين، صحيح هذا الكتاب ما وصل لنا، لكن الشيخ الصدوق نقل من هذا الكتاب في مجموعة من الكتب اللي وصلت لنا اليوم، مثل كتاب الأمالي
وكتاب الخصال وكمال الدين وعلل الشرايع. شيخ الطائفة في الأمالي يذكر عشرات الروايات اللي تخص موضوع كربلاء، معلومات كثيرة عن ما قبل كربلاء، ومعلومات كثيرة عن واقعة كربلاء نفسها، ومعلومات كثيرة عن ما بعد كربلاء. عشرات الكتب موجودة في أمالي الشيخ الطوسي. كامل الزيارات هذا الكتاب اللي يحتوي على مئات الروايات بخصوص موضوع كربلاء، واللي مؤلفه ابن قولوي اتعهد انه ما يروي في هذا الكتاب الا عن الرواة المعروفين بالحديث المشهورين بالرواية. هذا الكتاب يحتوي على معلومات كثيرة عن موضوع كربلاء، وكثير من هذه الروايات هي دقيقة وعميقة. ما يحلم حميد بن مسلم يروي رواية واحدة من هذه الروايات. كل روايات حميد بن مسلم اللي تسرح وتمرح على ما نابرنا ما تسوي رواية، ما تسوى رواية من روايات كامل الزيارات. لكن مع هذا ما زلنا مركزين على روايات حميد بن مسلم وتاركين روايات ابن قولوي في كامل الزيارات. هذا النقطة الأولى والركيزة الأولى، إن إحنا إذا نبي يكون عندنا مصادر موثوقة، أول شيء لازم نسويه إنه لازم نحذر من هذه الكتب، ونبدأ نروح نشوف شنو الموجود، شنو المعلومات اللي موجودة في كتبنا. هذه أول ركيزة. الركيزة الثانية إن إحنا لازم يكون عندنا معايير صحيحة. المعايير اللي إحنا دائما نستخدمها في الفقه والعقيدة هي معايير علم الدراية، أثبتت جدارتها. هذه الأدوات من خلالها نقدر بكل سهولة نعرف الروايات المتواترة من الروايات الآحاد، والروايات المرسلة من الروايات المسندة، والروايات الصحيحة من الروايات الضعيفة. صحيح بعض العلماء عندهم تشدد وبعض العلماء عندهم تساهل، لكن التساهل لحد أدنى إذا جيت تستخدم هذه الأدوات. ما تقدر تجيب رواية جاية في القرن التاسع ما لها سند وتجي تقول هذه رواية صحيحة سند. في علم الدراية ما تقدر تسوي هذا الشيء. لكن لما نجي للروايات التاريخية، هل علماءنا أو كثير من المحققين يستخدمون هذه الأدوات في تحقيق أو محاكمة الرواية التاريخية؟ الجواب لا. ليش؟ يقولون لأن إذا استخدمنا هذه الأدوات كل التاريخ عندنا يسقط، ما يثبت منا شيء. فمضطرين ذاك الوقت شو نسوي؟ إن نستخدم أدوات تاريخية وننزل من معاييرنا هذه حتى نجي نبدأ نستفيد من هذا التراث. فذاك الوقت إذا شوف الأدوات التاريخية وتدقق فيها راح تشوف إن فيها كثير من التسامح والتساهل، بل تقدر تمشي من خلالها كثير من الأمور. جيب رواية، حي الله رواية، ما في حد أدنى لقبول الرواية في الأدوات التاريخية. جيب لهم رواية ما لها أسناد أبداً، ما مروية عن أهل البيت، موجودة في كتب أهل السنة والجماعة في القرن التاسع، ما مروية قبل هذا الزمان لكن اشتهرت مثلاً، راح يقول لك إن خلاص هذه رواية نقبلها ونعتمد عليها. هذه هي الأدوات التاريخية. لأي درجة نقدر نعتمد على هذه الأدوات، ولأي درجة نقدر نمشي الحال مع هذه الأدوات التاريخية اللي فيها الكثير من التسامح؟ الجواب حتى نحط نفسنا في الصورة، راح أذكر تجربة النصارى في هذا الأمر، وهي تخلينا نستشرف شنو ممكن يصير لو إحنا واصلنا على هذا المنوال. شلون ممكن الجيل الجديد يتعامل مع هذه الكتب؟ شنو ممكن تكون ردة فعله بعدين؟ النصارى عندهم مجموعة من الكتب يسمونها العهد الجديد، قرابة 27 كتاب. كل هذه الكتب مراسيل ما لها أسانيد، لكن هم يعتمدون على هذه الكتب لأنه ورثوها. اللي صار في العقود اللي مرت، بدأوا يكتشفون مخطوطات في كهوف وغيرها، وبدأوا يقارنون هذه المخطوطات مع الكتب اللي موجودة بين يدهم. العجيب أنهم بدأوا يكتشفون أن المخطوطات هذه غير الكتب اللي موجودة في يدهم. فمثلا لما يروحون إلى إنجيل مارك، هناك يروحون السورة 16، يلاقون أن الكتب اللي موجودة عندهم الآيات اللي موجودة في هذه السورة عبارة عن 22 آية، لكن بحسب المخطوطات كل المخطوطات في ذاك الوقت تقول لنا ترى هي ما موجود إلا 8 آيات في سورة 16 من إنجيل مارك. شنو صار؟ الجماعة بدأوا يكتشفون أن ترى المخطوطات اللي موجودة عندهم ملعوب فيها، انضاف إليها بعض الأمور، فبركت فيها بعض القصص. شنو قاموا يسوون الجماعة؟ صار عندهم ارتباكة. شلون حلوا الموضوع؟ جالهم إنسان اسمه بروس ماتسجر، عالم من كبار علماء النصارى، نقدر نشبهه بالسيد الخوئي عندنا. هذا العالم جل علماء النصارى اليوم يرجعون إليه، وبحوثهم ترجع وتستفيد من هذا العالم، اللي هو مولود سنة 1914 وتوفى سنة 2007، كان عمره 93 سنة، قريب من عمر السيد الخوئي، في تشابه كبير من السيد.
هذا العالم بدأ يعالج لهم هذه المشكلة. شنو سوى؟ قدم مجموعة من المؤلفات اللي من خلالها يستخدم بعض الأدوات حتى يرجع الإشكالات والثغرات اللي موجودة في العهد الجديد. شنو هي هذه الأدوات اللي استخدمها؟ راجعها ورح تشوف كلها هي الأدوات التاريخية اللي احنا قاعدين نحاول نرجع فيها التاريخ. يستخدم الشهرة التاريخية مثلا، يقول هذا النص والله اشتهر، نقله فلان وفلان وفلان، يقول كله مراسيل، يقول ايه خلاص الشهرة هذه تعطيه نوع من الاعتبار. يقول مثلا عدم وجود داعي للكذب، يقرأ قصة يقول ما في داعي، كانوا الجماعة يكذبون هذه القصة فخلاص نقبلها. المهم يجيب موضوع من مجموعة من الأدوات، والقرائن كلها نشوفها في الأخير كلها قرائن توصلنا إلى ظن ما فيها شيء يفيد الاطمئنان، ومع هذا يحاول يعالج الموضوع بهذا الشكل. اللي صار إن توالوا العلماء على هذه الطريقة. جاء واحد اسمه دانيال والس، واحد بعد من كبار علمائهم، إذا تروحون لليوتيوب تشوفون كثير من المحاضرات الموجودة اليوم على اليوتيوب تجي من هذا الإنسان، يعرض الأدلة لمعالجة هذه الثغرات، وكل هذه الأدوات اللي يقدمها هي نفسها الأدوات التاريخية. كريغ إيفانز من العلماء بعد النصارى الأمريكان اللي ناظر في هذا الشأن كثيرا، نفس الأدوات اللي قاعد يقدمها هي وموجودة مناظراته على اليوتيوب. جيمس وايت من العلماء الأمريكان بعد، واللي مشهور بمناظرة المسلمين. لاحظ كل الإشكالات اللي احنا نوجهها له كمسلمين إلى كتب النصارى يعالجها بنفس هذه الأدوات التاريخية، والجماعة ماشيين على هذه الطريقة. إنزين شو المشكلة؟ المشكلة هي التالي، إن عندهم واحد اسمه بارت إرمن، هذا الإنسان كان تلميذ بروس ماتسجر اللي قلت لكم شبيه بالسيد الخوي، بل من كبار تلامذته. بروس ماتسجر واحدة من الكتب اللي ألفها حتى يرمم العهد الجديد هو The Text of the New Testament، ألفها بمعية هذا الإنسان، هذا الطالب بارت إرمن. شنو صار؟ بارت إرمن بدأ بعد ما الجماعة بنوا هذا البنيان كله، بدأ هو يهدم لهم إياه واحد واحد، وبدأ ينزل المؤلفات في هذا الشأن. بدأ يقول لهم أن هذه الأدوات اللي قاعد نستخدمها مو موضوعية، ما توصلنا لإطمئنان ولا شيء، بل كلها ظنيات، يحتمل هي ويحتمل غيرها، فما نقدر نبني عقيدتنا بناء على هذه الكتب. وفعلاً بعد ما بدأ يطرح بحوثه، وهذه البحوث صارت تستوي بيست سيلر بالنسبة لهم، الكتب كانت تنفذ من المكاتب مباشرة بس تنزل، وكثير من القنوات اللي تسوي وثائقياتهم بنوها على بحوث هذا الإنسان بارت إرمن، وانشهر كثيرا وأثر في الناس كثيرا. واللي حصر بعدين أن هذا الإنسان ترك النصرانية، وكثير من الجيل الجديد من النصارى بعد تركوا النصرانية كله بناء على الثغرات اللي هو أوجدها. ليش؟ لأن الجماعة تموا معتمدين على هذه الأدوات التاريخية اللي فيها كثير من التساهل، وبعدين شنو صار؟ الناس بدأوا يكتشفون هذه الثغرات الموجودة في القصص، فبعدين التساؤلات راحت، مو بس صاروا الجماعة يناقشون التفاصيل، بل جل القصة شكوا فيها. الجماعة اليوم يناقشون هل إن بعيسى شخصية حقيقية ولا شخصية وهمية، لهذه الدرجة وصلوا الجماعة. ليش؟ لأن تساهلوا في هذه المواضيع. احنا اللي قاعد نقول ما نبي نطيح في نفس هذا الإشكال، نبي نعتمد على قصص صحيحة حتى لا يجون الجيل في المستقبل ويبدأون يشكون في هذه التفاصيل، بل يبدأون يشكون في القضية كاملة. ليش احنا نسوي؟ ليش نحط روحنا في هذا الموقف؟ خصوصا إذا كان عندنا البديل، هذه المصادر الشيعية اللي نقدر نرجع لها، وهذه الأدوات الموضوعية اللي تم استخدامها. هذا الكلام حتى اللي قلناه حتى لا يكون مجرد كلام نظري، تعالوا خلنا نطبقه ونجيب بعض النماذج، شلون احنا نقدر نطبق هذه الامور، وهل اذا طبقنا هذه الادوات اللي شفناها واعتمدنا على هذه المصادر اللي تكلمنا عنها، هل راح تتغير الرؤيه ذاك الوقت وراح يصير عندنا مواضيع اوضح، ولا راح يظل التعتيم اللي موجود يعني عدم الوضوح والضبابيه في هذه القصص؟ تعالوا نجيب، بس راح اجيب مثالين، اكتفي بمثالين، مثال بخصوص الاجندات ومثال بخصوص المبالغات. بالنسبة للأجندات، لما نروح لكتب التاريخ نلاحظ أن الكتب التاريخية كلها تركز على أن المسؤول الأول والأخير في قتل الإمام الحسين هم الكوفيين، وأن الشاميين ما كان لهم دور أبداً في قتل الإمام الحسين، والكتب التاريخية تركز على هذه المسألة كثيراً. أذكر بعض النماذج، القندوزي الحنفي في ينابيع المودة يقول: وسار القوم جميعا من الكوفة حتى أحاطوا الحسين في 40,000 فارس، لا فيهم شامي ولا حجازي ولا مصري، بل جميع القوم من أهل الكوفة.
هذا المصدر الأول. المصدر الثاني الكبريت الأحمر، هناك يقول الجزء الأول صفحة 434 أنهم 70,000 ما بين فارس وراجل ليس فيهم شامي أو حجازي ولا بصري. ناسخ التواريخ يقول فتكاملوا 80,000 فارس من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي. رياض المصائب صفحة 409 يقول ما فيهم شامي ولا بصري ولا حجازي، كلهم من أهل الكوفة. تذكرة الخواص لابن الجوزي اللي هو شيعي ينقل عن المسعودي اللي هو شيعي ثاني صفحة 251 يقول وقال المسعودي عفوا ولم يحضر قتال الحسين أحد من أهل الشام بل كلهم من أهل الكوفة ممن كاتبه. هذه المعلومات إذا نجي نبي نطبق عليها المعايير اللي احنا قلناها شنو نوصل؟ نقول أولا هذه مصادر أغلبها سنية وبعضها شيعية، لكن كلها سواء كانت السنية ولا الشيعية كلها عبارة عن مراسيل، ما في أسانيد أبدا، ما في رواه فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق كذا وكذا، لا ما في روايات ما لها خص بأهل البيت ولا لها أسناد، لكن هي شنو مشهورة في كتب التاريخ. إذا نجي نقول لا تعالوا هذه الأمور ما لها قيمة، خلنا ندور هذيك الروايات اللي مسندة عن أهل البيت بالأسانيد الصحيحة ونشوف شو تقول، إن شاء الله نحصل بس رواية واحدة راح تكون هذه الرواية لها قيمة تاريخية أقوى بكثير من هذه المراسل اللي ما لها أسانيد. خذ على سبيل المثال الكافي الشريف الجزء الرابع صفحة 147 الحديث السابع والسند معتبر، الرواية عن الإمام الصادق يقول تاسعاء يوم حوصر فيه الحسين وأصحابه بكربلاء اجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. أجل مو أهل الكوفة اللي كانوا مجتمعين عليه، خيل أهل الشام. وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين وأصحابه وأيقنوا أن لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق. لما تأكدوا أن أهل العراق والكوفيين خلاص ما رح يجون ينصرون الحسين ذاك الوقت هم أقبلوا على اللي أقبلوا عليه. فإذا نشوف من هذه الروايات اللي قتل الإمام الحسين كانوا شاميين وأن موقف الكوفة ما كان بهذه الصورة اللي احنا نتكلم عنها. ما نبي نقول ما كان في ولا كوفي قتل الحسين، لا ما نبي نقول هذا الشيء، ولا نبي نقول ما كان في كوفي خذل الحسين، لا ما نبي نقول هالكلام، لكن نبي نقول ان هذا الكلام اللي موجود في التاريخ ان ما كان فيهم ولا شامي ولا شيء كلهم من اهل الكوفه، نقول هذه كلها اجندات، هذه كلها مراسيل، كلها روايات ما لها خص باهل البيت. اما الروايات الشيعيه المسنده المعتبره عن اهل البيت فتقول كلام عكس هذا الكلام. فهذا شاهد اول او مثال اول نموذج اول. نجي لنموذج ثاني اللي هو المبالغات، اللي هو النموذج الثاني وخلاص الأخير اللي هو المبالغات اللي موجودة في هذه الكتب. إذا راجعها لاحظنا في كثير من الأمور مبالغات كثيرة، راح أذكر بس شاهد واحد اللي هو مقاتل أو الناس اللي قتلوهم أصحاب الإمام الحسين. يذكرون أن القاسم قتل كذا عدد، علي الأكبر كذا عدد، العباس كذا عدد، ومذكورة هذه في التواريخ. نشوف السنة شو يقولون وتعال نشوف بعدين أهل البيت شو يقولون. مقتل الحسين للخوارزمي الجزء الثاني صفحة 31 يتكلم عن مقتل القاسم، يقول القاسم بن الحسن هو غلام صغير لم يبلغ الحلم، وبعدين يذكر بعض التفاصيل ويذكر الأبيات الشعرية إن تنكروني فأنا فرع الحسن إلى آخر كلام إلى ما يقول وحمل كأن وجهه فلقة قمر وقاتل فقتل على صغر سنه 35 رجلا. القاسم كان عمره 15 سنة توا صغير قتله 35 مقاتل. ما نبي نقول هذا مستحيل عقلا ولا نبي نستكثر ولا شيء، نقول لا هذه المسائل لا نحاكمها بالعاطفة، الثابت منها راح نثبته والغير ثابت منه ما راح نثبته، لكن شنو بناء على الأدلة الموضوعية مو بناء على أدلتنا العاطفية احنا شنو حابين. لأن إذا خلينا هذه المسألة عاطفتنا في ناس راح تقول لعن الله الشاك ويقبل بكل هذه القصص، وفي ناس راح يشكك كثيرا وراح يقول لا هذه المسائل كلها أردها، فما نبي نسوي هذا المعيار، نبي نرجع لمعايير صحيحة. تعالوا نشوف أهل البيت لما جاءوا نقلوا مقتل القاسم شلون نقلوا. هذه الرواية في أمالي الشيخ الصدوق المجلس 30 حديث 239 بسند لا يبعد اعتباره متصل عن الإمام الصادق اللي يروي المقتل عن الإمام باقر عن الإمام زين العابدين اللي كان حاضر شاهد عيان في ذاك الزمان، يقول وبرز من بعده القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو يقول لا تجزعي نفسي فكل فان
اليوم تلقين ذرى الجنان، هذه الأبيات الشعرية اللي ما تشوفها في كتب السنة، هذه ما موجودة اللي عندنا. بعدين الرواية تقول فقتل منهم ثلاثة ثم رمي عن فرسه رضوان الله عليه وصلواته. فإذا هذه الرواية اللي منقولة عن الإمام الصادق عكس كثيرا الروايات اللي موجودة عند السنة. السنة تقول قاسم قتل 35 شخص، وإذا الإمام الصادق يقول لنا إن القاسم ما قتل إلا ثلاثة أشخاص. هذه بالنسبة للروايات السنية. تعال شوف الروايات الشيعية المرسلة شنو تقول. خلي الأسئلة بعد بالحروف. إيه صحيح. هذا كتاب اللؤلؤ والمرجان للميرزا النوري. تعال نشوف شو يقول في هذا الشأن. صفحة 228 هناك يجيب لنا شواهد جدا عجيبة. يقول صفحة 230 يقول إن الشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي الذي عاصر الكليني ذهب إلى غاية المبالغة في تعداد من قتلهم سيد الشهداء في كتابه إثبات الوصية، فقال وروي أنه قتل بيده ذلك اليوم 1800 بينما يوصلهم ابن شهر آشوب، وهذين كلهم أجلة علماءنا، بينما يوصلهم ابن شهر آشوب على كثرة تبحره واطلاعه ومحمد بن أبي طالب على ما نقله صاحب البحار إلى 1950 قتيلا، ثم أوصلهم ذلك الكتاب الذي ألف بعد 1000 سنة من المسعودي إلى 300,000 بينما جعل عدد قتلى أبي الفضل العباس 25,000 وقتل الآخرين كلهم 25,000. بعدين الميرزا النوري يقول فما حكم هذا الاختلاف والتعارض غير الاعتراف بكذب هذا الأخير صريحا؟ سبحان الله، ما الغرض من هذه المبالغات وما الهدف من هذه الأكاذيب؟ إذا كان المراد بيان شجاعته فإن إثبات هذا الأمر الحق لا يحتاج إلى التمسك بمثل هذه الأباطيل، فلو قتل في ذلك اليوم 100 نفر لكان أشجع الناس. ليش كل هذه الأعداد اللي يعني فيها مبالغات شديدة؟ هذا اللي موجود في الروايات المرسلة كلها مراسيل، وإن كانت موجودة في بعض كتب المقاتل المشهورة، لكن في النهاية هل رويت عن أهل البيت؟ لا أبدا. هل أسندت عن أهل البيت؟ لا أبدا. كثير من هالمعلومات أصلا لو ندقق ونتبعها راح نلاقيها في الأخير مأخوذة كذلك من أهل السنة والجماعة، وإن كانت هذه مقاتل شيعية في النهاية. لكن إذا نروح لروايات أهل البيت المسندة عنهم شنو نشوف ذاك الوقت؟ شنو الأرقام اللي نقدر نشوفها ذاك الوقت؟ الجواب أرقام جدا موضوعية وطبيعية ما تثير أي تعجب. إذا نروح لهذه الرواية اللي تكلمنا عنها في المجلس 30 عن الشيخ الصدوق، هناك يعطينا أعداد القتلى. يقول أن عبد الله بن مسلم بن عقيل قتل 3، وهب النصراني قتل 7، هلال بن الحجاج قتل 13، مالك بن أنس قتل 18، الحر الرياحي قتل 18، زهير بن القين قتل 19، عبد الله بن أبي عروة قتل 20، برير بن خضير قتل 30، حبيب بن مظاهر قتل 31. أرقام جدا عادية ما فيها أي غرابة من أي ناحية من هذه الأنحاء. إذا قدمنا هذه المسائل إلى الجماعة اليوم، يعني طرحنا مثل هذه المواضيع قلنا لهم شوفوا هذه الأمور ملموسة نقدر نشوفها قدامنا، شنو ردة الفعل اللي نحصلها؟ جماعة من الناس كل رأس مالهم اللي يقدرون يقول لكم يا هو إن أهل الاختصاص ما سووا هذه المسألة، ما تعاملوا مع هذا التراث بهذه المنهجية، لا مشوا كتب المقاتل مثل ما هي، ولا قالوا هذه كتب سنية وهذه كتب شيعية، هذه مروية عن أهل البيت هذه مو مروية عن أهل البيت، هذه مرسلة هذه مسندة، قالوا لا كل هذه وأخذوها بهالطريقة. فأنتوا مين حتى تجون تسوون أمور أهل الاختصاص ما سووها؟ هذا أغلب المواجهات اللي تقدر تحصلها، وغالبا الناس اللي يكلموك بهذا النفس مو جادين يبون يعرفون شنو الحقائق هذه، ولا كانت الدوافع لهم إن راجعين لها القصص عشان يبون يعرفون بالضبط شنو هي الأمور اللي حصلت ذاك الوقت، لا غايتهم مجرد البكاء وكذا، وهي غاية سامية هذه. لكن قاعد نقول إذا كانت هي غاية الدوافع اللي عندنا راح يكون لنا مشكلة لازم نلتفت لها. اللي نبي ننبه عليه هو أن اللي يتكلم بهذا النفس أو اللي يعطي هذه المعلومة أعرف أن هذا قاعد يستغفل الناس، إما يكون هذا حالة أو أن الرجال ما طالع كتب أهل الاختصاص اللي موجودة عندنا. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن إذا نروح لأهل الاختصاص عندنا نشوف أن المسألة مو كذي.
أهل الاختصاص عندنا اتجاهات، عمرهم ما اتفقوا على هذه الأمور المبنائية، دائما عندهم اختلافات، فإن نجي نصورهم كلهم هم على رأي واحد، لا، هذا الكلام مو صحيح، مو كلام علمي. الكلام العلمي هو أن علمائنا عندهم اتجاهين، في المتساهل اللي يقبل هذه الأمور، وفي عندنا المتشدد اللي يثير علامات الاستفهام على هذه الأمور. فما نقدر نصور أن أنت تعال إذا جيت بتفكر بهالطريقة وراح تمشي على هذه المنهجية، إذن أنت خرجت عن دائرة أهل الاختصاص، لا، هذا الكلام مو صحيح. وحتى نأكد هذه المعلومة، تعالوا أذكر بعض كلمات أهل الاختصاص في هذا الشأن. احنا قلنا أن كتب السنية أضعف بكثير من الكتب الشيعية، وأنه يصعب علينا الاعتماد على هذه الكتب السنية، ولازم نروح لكتب شيعية لأن هي كتب أوثق. تعالوا نشوف كلام السيد السيستاني مرجع الطائفة شو يقول. هذا السيد السيستاني كتابه اللي هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، صفحة 43 النقطة 5، يقول التالي: إن أحاديثنا أوثق نوعا في كيفية النقل من أحاديث العامة وأقرب إلى الصحة والاعتبار. يتكلم عن أي أحاديث العامة، ما قاعد يتكلم عن تاريخ الطبري وابن عساكر وكتب التاريخ هذه، لا، قاعد يتكلم عن البخاري ومسلم، هذه هي كتب الحديث اللي عند السنة. يقول مع هذا أقوى الكتب السنية من ناحية الحديث كتبنا أوثق منها، فما بالك إذا قارناها ويا تاريخ الطبري. يقول: وذلك ما أوضحناه في مبحث تاريخ تدوين الحديث من مباحث حجية خبر الواحد، من أن تدوين الأحاديث عند العامة قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 100 عام، مما استتبع ذلك اتكاء رواتهم على الحفظ في نقل الروايات، ومعلوم أن ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال خصوصيات الكلام، لأن ذاكرة الرواة غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملابساتها، وهذه العلة لا توجد في رواياتنا بشكل الذي يوجد في روايات العامة، لأن رواياتنا متلقاة عن أئمة أهل البيت وخصوصا الصادقين عليهم السلام، وقد تم تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في عصرهما. فإذا النقطة الأولى موضوع أن كتبنا أوثق بكثير من كتب أهل السنة والجماعة، هذا هم أهل الاختصاص وكلامه. تعالوا للنقطة الثانية اللي هي مسألة أن المقاتل اللي موجودة عندنا إذا قريتها لا أظن أن هي كل الروايات الموجود فيها هذه روايات شيعية، كثير منها روايات سنية. في من أهل الاختصاص اللي يقول هذا الكلام؟ إيه نعم، السيد سامي البدري، هذا الإنسان اللي هو متخصص في أمور السيرة، يقول في كتابه الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي صفحة 31، يقول: لابد من التمييز بين روايات أهل البيت والمصادر الشيعية التي ألفت للاحتجاج بأحاديث العامة. فكتاب الإرشاد للشيخ المفيد يتكلم عن واحد من المقاتل اللي معتبرة يفترض، الإرشاد للشيخ المفيد شنو يقول عنه؟ يقول: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد من أخبار مقتل الحسين أساسه روايات أبي مخنف في كتابه مقتل الحسين الذي رواه الطبري، فإن هذه الروايات لا يغير من واقعها رواية الشيخ المفيد لها، فهي تبقى روايات عامية، والذي نريده بروايات أهل البيت هو ورودها عنهم وفي مصادر إمامية معتبرة. وفي هذا الصدد فإننا نجد صلح الإمام الحسن وشخصيته وأهل الكوفة في رواياتهم بصورة أخرى تغاير ما عليه الإعلام الأموي. فإذن يقول هذا فعلا، تروح لهذه الكتب تشوف الصورة مختلفة، والسبب شنو؟ أن أنت في النهاية قاعد ترجع لكتب سنية وأنت ما عارف، ولازم البديل هو شنو؟ تروح للكتب اللي من الشيعية الإمامية اللي تنقل عن أهل البيت بالروايات المسندة. فهذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة اللي هي مسألة المعايير، قلنا أن الجماعة عندهم أخطاء في المعايير، هل هذا الشيء كفر ما يصير تتكلم فيه؟ تعال شوفوا السيد جعفر مرتضى العاملي اللي هو بعد ما يعني ما أخفي عنكم أنه هو بعد متساهل لحد كبير، لكن مع هذا لاحظ الالتفات اللي قدمها لنا في أحد مقالاته المصادر المعتبرة للسيرة الحسينية. في النقطة 9 يقول التالي: إن علينا أن لا نحرم الآخرين من فرصة التفكير في أمر التراث، فكما أن لنا الحق الاستفادة منه بما يتناسب مع حاجاتنا وإمكاناتنا الفكرية وغيرها، فإن علينا أن لا نحرم الأجيال الآتية من هذا الحق أيضا، وذلك بأن نقطع الطريق عليهم في مجال التعاطي معه حتى وهم يكتشفون خطأنا الخطير والفادح في بعض تقييماتنا لقضاياه بسبب خطأنا في اختيار المعايير الصحيحة.
هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة هو الكلام اللي نقوله أن المقاتل هذه الموجودة إذا شيء اشتهر فيها مو بالضرورة يكون صحيح. هل هذا الكلام إحنا بس نقوله ولا بعد أهل الاختصاص يوافقوننا هذا الشيء؟ هذا كلام السيد الخوئي، كتاب المسائل الشرعية الجزء الثاني صفحة 337، الحديث أو السؤال السابع، يقولون للتالي: هل صحيح أن نساء الحسين كن حواسر وأن شمرا صعد على صدر الحسين؟ السيد الخوئي يقول: هكذا موجود في المقاتل، وأما بطريق صحيح فهو غير ثابت. هذا كلمات أهل الاختصاص. من ناحية النظرية أكشوفوا النفس اللي موجود عندهم، لكن تعالوا يمكن يبقى عندنا هذا الإشكال. يمكن يقولون لا، هذا من ناحية النظرية هذا الكلام يقولونه، لكن وقت التطبيق ما شفنا أحد يطبق هذا الشيء اللي أنتم تطبقونه. ما شفنا ناس يروحون لروايات مشهورة في التاريخ يسقطونها كامل عشان رواية واحدة مثلا موجودة عندنا. ما شفنا هذا الشيء في أوساط أهل الاختصاص. ما شفناهم يقولون هذه روايات مرسلة اتركوها، خذوا قدموا عليها الرواية المسندة، مع أن موجود عليها مثلا إمارات تاريخية وأمور تأيدها. ما شفنا هذا الشيء في كلمات أهل الاختصاص. الجواب غلط. كثير من علماء من أهل الاختصاص ومن العلماء اللي تكلموا في هذا الشأن طبقوا هذه الأمور، بل أحيانا طبقوا أمور أكثر من اللي إحنا سوينا وأكثر من اللي النماذج اللي إحنا قدمناها. راح أكتفي بس بمثال واحد وبعدين إن شاء الله نكون في الأخير إن شاء الله ما بنطول. المثال راح نقدمه اللي هو العلامة المجلسي وطريقة تعامله مع مسألة توطئة الخيول لصدر الإمام الحسين، اللي هي مسألة تاريخيا مشهورة موجودة في الكتب. هذه المسألة إذا روح للتاريخ نلاحظ أنها موجودة مثلا في تاريخ الطبري جزء الرابع صفحة 347، هناك يرويها. ونفس الشيء عند الشيعة، كثير من المصادر الشيعية بعد تروي هذه الحادثة، لكن كل المصادر السنية والشيعية ترويها يعني بأسانيد مرسلة، خصوصا الروايات الشيعية كلها مرسلة ما لها أسانيد. السنة يعني على الأقل تاريخ الطبري إذا تقرأ تحس كأنه في إسناد، لكن الصج في انقطاع سند ما بين الطبري وما بين لوط بن يحيى، في انقطاع في السند. أنا مو غرضي أبي أقول هل المسألة ثابتة ولا مو ثابتة، أنا غرضي أبي أشوف شلون العلامة المجلسي يتعامل مع هذا الشأن. العلامة المجلسي سوى راح لرواية موجودة في الكافي الشريف اللي هي موجودة الجزء الأول صفحة 465 الحديث الثامن. هناك عندنا رواية سندها ضعيف، مو مثل اللي احنا جبناها رواية صحيحة تعارض مراسيل، لا، رواية ضعيفة السند في الكافي الشريف. تقول إن لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل. بعدين الرواية باختصرها، واحدة من النساء قالت شافت أسد وراحت لهذا الأسد، قالت له: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. الرواية تقول: فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد: فتنة لا تثيروها، انصرفوا فانصرفوا. شو المشكلة مع هذه الرواية؟ العلامة المجلسي جلى هذه الرواية في مرآة العقول الجزء الخامس صفحة 368 الحديث الثامن. أول شيء قال لنا أن الرواية من ناحية السند مجهول، السند مجهول، يعرف أن الرواية ضعيفة. لكن من ناحية المتن والقرائن هذا شنو سوى المجلسي؟ أول شيء قال دلالة الرواية هي التالي: تدل على أن ما ذكره الخاصة والعامة من وقوع هذا الأمر الفظيع لا أصل له. وبعدين بدأ يسرد الأدلة اللي تقول إن ترى المسألة حصلت. شنو راح سوى المجلسي؟ لاحظ ترك كل هذه الروايات وقال: وأقول المعتمد ما رواه الكليني. اعتمد هذه الرواية الضعيفة في قبال هذه الروايات المرسلة. إذن أهل الاختصاص هذا اللي هم قاعد يسوونه، وما أحد يقول إن المجلسي لا ما كان ملتفت للروايات الموجودة مثلا، ما يعرف إن هذه المسألة وردت في نوادر علي بن أصباط. الجواب لا، المجلسي روى هذه الرواية في البحار ويعرف أن الرواية مرسلة. ما نقدر نقول إن المجلسي ما عرف إن هذه المسألة وردت في الزيارة الناحية، لا، المجلسي روى الزيارة الناحية لكن يدري إن الزيارة الناحية مرسلة وهو رواها في بحار الأنوار. ما حد يقدر يقول إن هذه المسألة وردت في أبيات شعرية للحميري والمجلسي ما كان عارف هذه المسألة، لا، المجلسي عارف هذه المسألة ورواها في بحار الأنوار، لكنه هو يدري أن هذه الرواية هذا المقطع ما روي مسندا عن الحميري. كل المقاطع اللي موجودة تشوفها هذا أو الروايات اللي موجودة في كتبنا في كامل الزيارات أو اللي هو رواها في البحار ما فيها هذا المقطع اللي يتكلم عن هذه الحادثة. فإذا إيه خلاص، إيه هذه الخمس دقائق إن شاء الله ما نطول. فإذا إلى هني نشوف أن هذا هو
أهل الاختصاص، وهذا طريقة تعاملهم، وهذه هي الوصفة الثانية اللي قدمها لنا الميرزا النوري. الوصفة الثالثة، ثواني إن شاء الله وأكون خالص ما أطول، اللي هي التصدي. عرفنا الموضوع الأول، الوصفة الأولى، الوصفة الثانية، تعالوا حل الوصفة الثالثة. شلون نقدر نصدى لهذه المسألة؟ هل نقدر نطالب الجميع أن تعالوا اقروا كل التراث الشيعي وابدأوا يعني تعلموا منه واستخرجوا هذه الفوائد، وهذه المسألة صعبة على الكل وكذي؟ نقول لا، المسألة مو بهالصعوبة، مسألة جدا سهلة. اللي نقول التالي، خل نبدأ بالطريقة التالية. نبدأ أول شيء نروح إلى مقتل الشيخ الصدوق اللي رواه في الأمالي عن الإمام الصادق والباقر وزين العابدين، حديث رقم 239. هناك نبدأ بقراءة هذا المقتل اللي وارد في هذا الكتاب، ورح ناخذ التصور الأولي عن الواقعة شلون صارت. بعدين نروح إلى المزار للمشهدي ونقرأ زيارة الشهداء اللي مروية عن الإمام العسكري، السند الأول لا يبعد اعتباره والسند الثاني بعد معتبر. هناك صفحة 485 الحديث الثامن راح نشوف الإمام العسكري يكلمنا عن شهداء الطف، كثير منهم شلون قتلوا ومن اللي قتلهم وكذي، يعني معلومات مفيدة عن هذه الناحية. المصدر الثالث اللي نروح له اللي هو كتاب تسمية من قتل مع الحسين للفضيل بن الزبير. هذا الإنسان اللي هو من أصحاب الإمام باقر والصادق ومن رجال كامل الزيارات ومن الرواة اللي روى عنهم أصحاب الإجماع عند الشيعة، وهو يروي هذا المقتل أو هذه المعلومات اللي عنده عن زيد الشهيد وعن يحيى بن أم طويل من حواري الإمام زين العابدين، وعن عبد الله بن شريك العامري اللي هو من حواري الإمام الصادق. هذه المصادر الثلاثة لازم أول شيء نبدأ فيها. واحد يمكن يقول إن هذه مصادر طويلة، نقول لا لا لا، المصدر الأول 12 صفحة، المصدر الثاني 10 صفحات، المصدر الثالث 8 صفحات، المجموع 30 صفحة. مو صعبة على شيعة أهل البيت أن يطلعونها ويعرفونها ويدخلونها في منابرهم. هذه النقطة الأولى. بعدين بعد ما ننتهي من هذه المسألة نروح إلى كتاب كامل الزيارات. هذا الكتاب اللي هو عبارة عن 843 رواية في 108 من الأبواب في 537 صفحة. نبدأ نقرأ هذه الروايات ونستكشف الأمور اللي ما كنا عارفينها عن هذه المسألة. أنت بروحك راح تكتشف أمور كثيرة عميقة ما كنا عارفينها عن واقعة كربلاء. هذه الأمور إذا اكتشفتها شنو تسوي ذاك الوقت؟ الرواية تقول من شاور الناس شاركها في عقولها. روح لغيرك وناقش ويا هذه الأمور، تبادل مع الأفكار، قارن القصص مع بعض البعض، شوف وين توصل. روح مع المشايخ وأهل الاختصاص والخطباء وحاول ناقش معهم هذه المسائل. لا تروح للمشايخ اللي مو جادين. من حين أقولك لا تضيع وقت، لا تروح للمشايخ والخطباء اللي مو جادين، روح للمشايخ اللي فعلا يبي يوصل للحقائق، يبي يعرف شنو القصة الصحيحة اللي موجودة. من على سبيل المثال مثلا الشيخ محمد صنقور من العلماء اللي موجودين في البحرين، تقدر تقعد معاه وتناقش معاه هذه الأمور. وعلى سبيل المثال الشيخ حسن القيدوم من الخطباء، نفس الحال، عنده هذا النفس، تقدر تقعد معاه وتأخذ وتعطي معاه وتستفيد. هذا الشيء إذا سويته أنت ذاك الوقت راح تحول هذه المسألة إلى ثقافة، وراح تكون أنت جزء من هذا الحل. وذاك الوقت هذا الشعار اللي يقول متمسكم بقولكم ما راح يكون مجرد كلام على البنرات نشوفه، أنت راح تحوله إلى قول وفعل. مو تنقل هذا الكلام وبعدين تروح تقول قال حميد بن مسلم وتنسى رواية الإمام الصادق، لا، هذا ما تكون فعلت هذا الشيء في حياتك. تفعل هذا الشيء في حياتك إذا سويت هذه الأمور. هذا آخر الكلام، وأختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح المجال للأسئلة. زين. اللهم أننا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح: كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد. إيه، شوف إذا تروح لهذه القصص اللي كانت تتكلم، خلينا نتكلم عن الأرقام الفلكية اللي كانت موجودة، 25,000 اللي قتلهم العباس، هذه موجودة في أسرار الشهادة على ما ينقل الميرزا النوري، وهذه يعني كانت تقرأ على المنابر، اليوم ما عادت تقرأ لأن الناس ما عاد يعني تتحملها، صح؟ كانت تقرأ ذاك الوقت على المنابر، الحين ليش تتنازلوا عنها؟ يقولون أن الشيء ما عاد يستسيغون الناس، فخلونا نتركه، وإذا تكلمهم كلام صريح يقولك فعلًا هالكلام مو ثابت، زين؟ الكلام هو أن ليش الحين صار الكلام، ليش صرنا نقول عن الموضوع مو ثابت الحين؟ ليش ذاك الوقت كنا ندافع عنه، كنا نقول إنه لا ممكن؟ وهذه كرامات ومعجزات وتصير، ليش كنا نقول كذي؟ ليش نتم دائما نرجع إلى أدوات غير موضوعية
معايير غير صحيحة فيها كثير من التسامح ونتم نتساهل لدرجة اللي يصير بعدين الواحد في المستقبل يبدأ يشكك في القصص الأصلية. نقول فعلا إذا مشينا بهالطريقة هذا الشيء راح يستوي. الحين الناس يلا هذه القصة ما قاعد يتحملونها شالوها، شوي بعد بيقولون لا حتى ما نتحمل هذه القصة وذيك القصة وذيك القصة، وبتبدأ تشيل وما عاد عندك معيار إلا الناس شنو تبي وشنو تتحمل. عدل، هذا المعيار جدا خطير. احنا لازم نقول للناس ترى المعيار الصحيح مو هو هوانا وشنو اللي احنا نشوفه، المعيار الصحيح هذه ان تكون الرواية مسندة عن اهل البيت، هذا الشيء اللي المفروض يسكت الناس، هذا المفروض اللي يكون معيار علمي تقدر تسكت فيه الجميع وتقدمه وتحارب فيه او تواجه فيه العالم كامل. اذا جانا نصراني ولا يهودي، جانا علماني ولا غير علماني، هذه الادلة نقدر نلزمه فيها. اما الامور الثانية هذا بس المؤمن اللي يسلم لهذه الاخبار، هذا الوحيد اللي تقدر تمشي له اياها وبس لفتره وجيزه، بعدين خلاص ما عاد تقدر تسوي هذا الشيء. فاذا فعلا اذا احنا فعلا خايفين على هذه الحادثه ما نبيها تخدش باي طريقه من الطرق ونبي الناس تحافظ عليها، لابد ان احنا نتعامل معها بجديه اكثر. زين، هو الصدق اذا نتكلم عن الواجب نتكلم عن واجب ثلاث جهات. الجهة الأولى اللي هي الخطباء، والجهة الثانية اللي هي رؤساء المآتم، والجهة الثالثة اللي هي أنا وأنت اللي نحضر في هذه المآتم. بالنسبة إلى الخطباء لازم يستشعرون أنهم عندهم مسؤولية، الناس تجي لهم، الحسين هو اللي قاعد يجيبها لهم، يجيب الجماعة لهم، لازم يستشعرون هذه المسؤولية. يقول إن أنا ما المفروض أرضى من نفسي القليل بالقليل، صح؟ لازم أقدم شيء أتعب عليه. فلازم أشوف أول شيء الناس شنو المشاكل اللي قاعد يواجهونها اليوم، المشاكل العقائدية والأخلاقية والفقهية، لازم أستشعر هذه المشاكل وأحاول أدور لها على حلول، بعدين أجي على هذا المنبر وأبدأ أقدم شيء اللي أقدر أعالج منه هذه الأمور اللي موجودة بوسط الناس، صح؟ وما رح أقدر أسوي هذا الشيء إلا إذا بنيته على قصص صحيحة. فهو أول شيء لازم يعرف أنه خل أروح للقصص الصحيحة وأعرف شنو هي مبدئيا عشان أبدأ أعالج هذا الإشكال. هذا بالنسبة إلى الخطباء. بعد نقطتين إذا تسمح لي. النقطة الثانية اللي هي رؤساء المآتم، هم بعد عندهم مسؤولية. رؤساء المآتم مسؤوليتهم شنو؟ إنهم عارفين قراهم وعارفين المشاكل الموجودة في قراهم، لازم يتخيرون الخطيب المنبري اللي عنده القدرة إنه يعالج هذه الشبهات والمشاكل اللي موجودة، لا مجرد يهتم للصوت ولا القصة اللي يجيبها، لازم يحط في البال هذا الشيء، ولازم يكون هو حلقة الوصل ما بين الخطيب وما بين الناس. يقعد مع الخطيب قبل ما يبدأ الموسم يقول له ترى هذه المشاكل الموجودة عندنا احنا في القرية ونبيك تعالج لنا هذه الشبهات وهذه الأمور. وإذا مثلا يجيب كامل الزيارات، يشتري كتاب كامل الزيارات يودي إلى هذا الخطيب يقول له جود هذا هدية مني لك، حاول خلال شهر محرم اقرأ لنا كم رواية من هذا الكتاب. هو ما عارف بوجود هذا الكتاب، إذا عرف وبدأ يقرأ منه ذاك الوقت أنت راح تفتح له آفاق يستفيد بعدين في المجالس الثانية. هذه النقطة الثانية. أما الثالثة اللي هو إحنا نفس الشيء، إذا سمعنا معلومات عرفنا أن هي غلط وشفنا أن هذه المعلومات غير اللي مروية عن أهل البيت أو معلومات علمية خاطئة أو غيرها، ما المفروض نحن نسكت؟ المفروض لا أقل نروح إما نكلم الشيخ إذا كان هو يتجاوب معنا، أو نروح لرؤساء المآتم ونقول لهم ترى هذا الشيخ اللي جبتوه هذه هي المعلومات الخطأ اللي أعطانا إياها. خلي رئيس المآتم نفسه يكلم هذا الشيخ ويصحح له إياها، يقول له ترى عفوا وصل لنا هذه المعلومات، يا تصحح لنا إياها أنت احتمال ترى هو الحقوية، أو إذا كان الحق معنا حاولنا المرة الثانية تتجنب مثل هذه الأمور. إحنا إذا نمشي بهالطريقة نكمل بعضنا البعض، وذاك الوقت نكون قد المسؤولية ويكون استفادة من هذه الحوادث أفضل. زيارة عاشوراء مروية في كامل الزيارات وهي صحيحة السند، وفي عدة مصدر على الأقل عندنا ثلاث مصادر يروونها. الحين بقول لك من الذاكرة احتمال يطلع غلط، أتذكر المزار للمشهدي وأتذكر الشيخ الطوسي بعد في إقبال الأعمال، وكان ما أتذكر كامل الزيارات، ثلاثة هذين ذكروا هذه الزيارة، وهذه الزيارة صحيحة السند وعندنا كثير من القرائن اللي تأكد لنا وثاقة رواتها، فهي رواية يمكن الاعتماد عليها وثابتة عن أهل البيت، وهي فعلا أظن الإمام الهادي يعني يرويها عن رب العالمين. ببسط بهالطريقة، علم الدراية هو العلم اللي نستخدمه حتى نعرف لأي درجة احنا ندري ان هذه الحادثة حصلت ولا لا. اذا ابي اعرف ان حديث الغدير فعلا انا ادري انه حصل ولا لا استخدم هذه الادوات، فتقول لي ترى حديث الغدير حديث متواتر يقيني متيقنين ان هذا الشيء حصل. ومن ناحية ثانية نجي لروايات مرسلة، فنجي نقول هذه الروايات المرسلة ما نقدر من خلالها ندري ان هذا الامر حدث ولا ما حدث، فذاك الوقت ما نقول ما حصل ما نكذب، بس نقول هذا الأمر غير ثابت ما ندري حصل ولا لا.
الثقافة الشيعية فعلا اليوم احنا ثقافة سنية في الأخير، المصادر اللي احنا دائما نقراها هذه مصادر سنية وثقافتنا صارت بهالطريقة، وهذا شيء حذرونا من أهل البيت. لاحظ هذه الرواية عن الإمام الرضا بسند صحيح في عيون أخبار الرضا، الحديث رقم 63 الجزء الثاني صفحة 271. الإمام الرضا يقول إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فكانوا يقولون دير بالكم من هذه الرواية، ما تجون وتنقادون لها بهالطريقة، وإن كانت هي في فضلنا إحنا أهل البيت، صح؟ ليش؟ شو المشكلة هني؟ الشيعة اليوم قاعدين كل فضائل أهل البيت يبنونها على روايات سنية، في النهاية هم يقصرون وهم ما يدرون، يفكرون غاية علوم الإمام علي والله أن عرف بعض الأمور اللي تحصل في المستقبل، ما يدري أن بصائر الدرجات يعطيه مستوى أعلى من العلم وعمق وأبعد. نفس الشيء بالنسبة إلى الكافي، نفس الشيء بالنسبة إلى كامل الزيارات وباقي الكتب، لكن إحنا لأن أبعاد عنها ثقافتنا مو كذي. لكن إذا بدينا نسوي هذا الشيء ذاك الوقت إحنا رح نعالج كثير من الشبهات الموجودة عندنا، ورح نبدأ نميز فعلا شلون طرق العقائد قاعدة تثبت. ونقطة بس مسامحة، هذه ذاك الوقت مفاهيمنا العقائدية تتغير، إحنا مفاهيمنا العقائدية اليوم صايرة بناء على كتب السنة، فالإمامة عندنا صايرة موضوع خلافة، لكن إذا روح لكتبنا طرح الإمامة مختلف. بالضبط موضوع كربلاء نفس الحال، إحنا إذا نروح للقصة السنية موضوع كربلاء كله تركيزه شنو سووا الناس في الإمام الحسين، لكن إذا تروح للكتب الشيعية التركيز الأكبر شنو سوى الإمام الحسين في الناس، شنو كانت ردة فعل العالم لما قتل الإمام الحسين، شلون كان عالم الملكوت، الملائكة، الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، الزهراء، الجنة، النار، كل هذا اللي شلون تفاعلوا مع قتل الحسين، هذه الأمور غير موجودة في كتب السنة وإحنا بعاد عنها. ليش؟ لأن إحنا ما زلنا مركزين على روايات حميد المسلم. إذا إحنا تركنا الروايات السنية، شلون راح يصير عندنا اتصال سند صح؟ لأن اللي حضره الواقعة كان حميد بن مسلم، إذا هدينا بعد حميد بن مسلم خلاص بعد ما عندنا دين ثاني، صحيح كذي يصير الكلام؟ لا، الكلام مو صحيح. أول شيء حميد بن مسلم نقل لنا قصص هو ما شافها قدام عينه، هو يقول أنا ما وصلت إلى كربلاء إلا يوم التاسع، ويقول لنا قصص صارت قبل العاشر بثلاثة أيام. حميد بن مسلم فيه بلاوي، إذا بديت الحين ما أخلص لباكر الصبح، فهذه مشكلة حميد مسلم سواء كان موجود أو مو موجود، رواياته ما لها قيمة أبدا، خصوصا إذا جينا قارناها مع روايات أهل البيت المسندة المعتبرة. ذاك الوقت راح تشوفون شلون حميد مسلم في كثير من الأحيان يعطينا معلومات غلط مو صحيحة. فهذه من الناحية الأولى. الناحية الثانية بعد، إذا نروح لروايات أهل البيت المسندة اللي قاعد نتكلم عنها، أي شيعي هذا اللي يشكك في رواية الإمام العسكري يقول هذه رواية مرسلة؟ الإمام العسكري إذا قال هذا هم الشهداء اللي قتلوا ذاك الوقت وهذا اللي حصل ذاك الوقت، نقول له لا أنت مو شاهد عيان، أنت روايتك مرسلة. هذا الكلام يقولونه سنة مو إحنا، أنا قاعد أكلم شيعة هني. الشيعة عارفين أن هذه رواية مرسلة، الإمام الصادق إذا قال خلاص هذا كلام مسند، وخلاص الرواية هذه تكون بالنسبة لنا ثابتة كشيعة. أن أنا جاي حاكم هذا التراث بمعلومات سنية أو مصطلحات سنية، هذا كلام خطأ، كلام خطأ جملة وتفصيلا. ما قاري الكافي الشريف مقبولة عمر بن حنظلة هناك، الإمام الصادق يقول إذا جاكم الخبرين صحيحين، استخدم مصطلح صحيح. ما قاري عدة الأصول للشيخ الطوسي، يقول لك أن إحنا عندنا العلماء كانوا كلهم يعتمدون على الروايات، ما يقبلون الحديث إلا إذا كان عن طريق الثقات، هذا الشيخ الطوسي في العدة. ما قريت سليم بن قيس ولا يعني الروايات اللي واردة عن الإمام علي اللي يقول إنما أتاك بالحديث أربعة رجال وأسس لنا هذا علم الحديث. ما قري الروايات، رواية الإمام الرضا اللي تتكلم إذا جاك عيون أخبار الرضا بسند صحيح، إذا جاك الخبرين متعارضين وكان أحدهم أو اثنانهما صحيحين. هذه المصطلحات جات في لسان أهل البيت ومفاهيمها مأخوذة من أهل البيت، سنة وشيعة تعلموا علم الرجال على يد أهل البيت، مو أن هذا شيء اخترعوا السنة وإحنا بعدين أخذناه. نقول أن المنتخب الطريحي مو حاطب ليل عالم جليل كبير، نقول فعلا هو كان عالم جليل كبير، حال الدربندي بعد عالم فقيه مرجع الطائفة في ذاك الوقت الدربندي، مع هذا نقل لنا أن العباس قتل 25,000 شخص، تصدق هذه الرواية؟ ما في نواحي يصدق هالرواية. أكمل.
نجي نروح نقول هو حاطب ليل، لا مو حاطب ليل، هو على مكانته، لكن يوم روى لنا هذه الروايات ما كان مبنى انه يروي لنا الروايات الثابته، ما كان هذا مبنى، ما اشترط هذا الشيء في المقدمه، قال انا بجيب لكم الامور اللي تقرونها في المآتم كذي تتبركون فيها وتحزنون عليها وكذا، هذه الامور كان الغايه منها. الحين اذا جاء الغايه من رجوعنا للتراث اليوم اننا بنعرف الثابت من غير الثابت، ما عاد نقول الطريحي قال اذا صحيح، لا مو طريقه علميه. اليوم نقول هذه الروايات اللي جابها الطريحي المسندة منها عن أهل البيت صحيحة، والمرسلة منها مرسلة بعد، ما تصير هي يعني نعاملها معاملة واسطة نعطيها لأنها جات من الطريحي. فهذه باختصار تذكرة الخواص لابن القيم الجوزي أو ابن الجوزي سبط ابن الجوزي، إيه صح ابن القيم، هذا تلميذ ابن تيمية غير حال، سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 62 هناك يستدل بحديث الغدير على الإمامة، إمامة الإمام علي. هذه من ناحية أول دليل تشوفه ملموس أن أكو سبط من الجوزي في تذكرة الخواص، هو جاي يثبت إمامة الأئمة في هذا الكتاب، كل الكتاب هو لهذا الشأن. بعدين تروح للذهبي تلميذ ابن تيمية في ترجمة سبط من الجوزي هناك يقول لك أن هذا الإنسان ترفض، وبعدين ينقل عن واحد من علماء السنة يقولون لما بلغهم موت ابن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضية كذي قال. فإذا هو صح كان حنفي لكن بعدين تشيع في الأخير، والسبب التشيع كان حديث الغدير. الكتب الأربعة هذه هي صايرة مدار الفقه عند الإمامية، ما في أحد قاعد يشكك في هذه الكتب. التردد اللي صاير بين الإمامية أن هل كل رواياتها صحيحة ولا لا؟ إيه نعم هذا فيه عليه كلام، وهذا ما يخالف الكلام اللي أنا قاعد أقوله. اللي قاعد أقول في شيء في صوت؟ زي. اللي قاعد اقول انه ايه مو حي الله روايه في الكافي باخذها بقول خلاص صحيحه السند، لا بروح اشوف سنده الروايه هذه مسنده معتبره في طريق لتوثيقها شيء، نفس الطريق اللي موجوده عند اهل الاختصاص صح، ما قاعد نقول لا. اللي قاعد احنا نخالفه اللي قاعد نرد عليه هو انه نقول ما في داعي لننظر لكل هذه الاشياء، مجرد ان الخبر موجود مرسلا منتشر في الكتب التاريخيه اذا هو حجه، نقول لا هذه مو طريقه للتوثيق، عندنا طريقة ثانية هذيك أضبط، وإن كان فيها اختلاف مو مشكلة، ممكن أنا أصحح رواية غير يضعف رواية مو مشكلة، لكن النهاية أن هذا المنهج هذا المنهج الأضبط من الطريقة الثانية اللي هي صايرة سايبة. حي الله رواية تطلع من القرن التاسع تعالوا مشي، يقولون لنا مو كل رواية مرسلة ضعيفة، زين مو مشكلة، ما قلنا كل رواية مرسلة ضعيفة ولا كل رواية مرسلة مكذوبة، ما قلنا هذا الشيء، لكن قاعد أقول هذه الرواية المرسلة شلون راح تعتمدها، شنو الدليل اللي راح يخليها ترقى على منصة الحجية؟ لازم أمور في علم الدراية يقولون في مواضيع، يعني إذا صارت ذاك الوقت هذه المقدمات إذا صارت الرواية ارتقت إلى منصة الحجية، ما فيها أن الرواية كذا في القرن التاسع تعال مشيها صح. فإحنا اللي قاعد نقول إيه زين هل أسلوب وهذا الأدوة خلنا نستخدمها، واللي يبي يستخدمها نبي نخليها في يد أهل الاختصاص جيد، هذا اللي نبي، يا ريت أن أهل الاختصاص مثل ما عطوا الوقت في بحوث المسائل الفقهية الحين بعد يعطون هذا الوقت للبحوث التاريخية. ليش؟ لأن مثل ما في هني كذب هناك بعد في كذب، مو بالضرورة إلا الخبر لازم ينحص فيه سبب دعوة للكذب حتى يكون كذب، لا أحيانا رواية تقراها ما لها أي داعي للكذب وهي كذب. أجيب عليها مثال واحد المعذرة إيه باختصار إن شاء الله. هذه هي الرواية في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، الصفحة 406 الحديث 80 والسند موثق. هناك زرارة باختصار، زرارة وصل له معلومات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في أحد، هذا اللي نسمعه في صحيح مسلم ومشهور وسط الناس، وأن رسول الله في موضع فلاني راح وتوضأ وشرب من الماء وكذا. فزرارة راح للإمام الباقر وعرض عليه هذا الكلام، في داعي لأن يكون هذا الخبر كذب؟ هل معلومات اللي عن رسول الله كذب؟ ما في داعي. شنو راح قال الإمام الباقر؟ ما أتى رسول الله ذلك المكان قط، فقلنا له وروي لنا أنه كسرت رباعيته، قال لا قبضه الله سليما ولكنه شج في وجهه. مسألة ما كان في داعي للكذب ومع هذا حصل فيها الكذب، والأمثلة كثيرة. إحنا هذا سؤالنا، نبي نرجع لهذه الحوادث التاريخية عشان نبني عليها أمور، ولا نبي بس يعني دغدغ عواطفنا؟ إذا نبي بس دغدغ عواطفنا صدقنا ما في داعي أن نشيك أسانيده، لكن إذا نبي نبني عليها أمور وخايفين من الجيل الجاي لا يشكك في كل شيء، ذاك الوقت نقول أجل ما عندنا حل إلا أن نطبق أدوات علم الدراية.